المباراة. 43 دقيقة في الماتش في الشوط الأول، أول ركنية. كانت كرة أولى لطايس النقنيسي باغت فاروق ترجع سعد بكير إلى آدم الرجابي، الرجابي في وسط الميدان، كرة لسعد بكير مرة أخرى، فرجاني ساسي يلعب مع آدم الرجابي، يدخل الرجابي إلى وسط الميدان، يحاول يصوب الرجابي بحوار الثنائي، يعطي كرة إلى آدم الرجابي والتكليم من فخر الدين. الترجي يلعب النهائي عدد 20 وايد إفريقي، كرة من الفرجاني إلى آدم الرجابي، الرجابي كرة مع غيلان. شفنا مباشرة الترجي في الهجوم. العمالقة هنا لقاء الأندية البارزة في العاصمة، الدربي العاصمي الترجي. دفاعي وهذه كرة للترجي وادم الرجابي والهجمة، يحاول الدخول للمنطقة. اليوم نيسان بدري وديما 4-2-3-1 فرجاني ساسي يفكها في الوسط. 0-0 الجهة اليمنى، بسام السرارفي يخسر الحوار مع لاعب الترجي الرياضي التونسي ادم الرجابي. البدري الثانية التصويبة، يتصدى فاروق، ما زالت الترجي كرة. المنتخب الوطني التونسي ثاني تهديد لمرمى الافريقي. كيبسي غيلان الشعلالي والترجي تركيز على الجهه اليمنى. عر في النصف ساعه الاولى من هذا الدربي نهائي كاس تونس 2016 التعادل. اللاعب السابق للافريقي هشام بالقروي مواعيده مع وضعيه اخرى في مناطق الافريقي، وادم الرجابي والحد فوق خط المتعه على مستوى الفرجه وعلى مستوى شد. الكره تعود لادم الرجابي صاحب ابرز واخطر فرصه للترجي، والتألق كان لفاروق المجازيري بسان، وفي الترجي موجود كل من آدم الرجابي وكذلك إيهاب المباركي دون نسيان الاحتياطي علي المشاني. كرة من إيهاب المباركي، المباركي يلعب لمسة قصيرة مع آدم الرجابي، وانتو مع سعد، كرة قصيرة وحل الذوادي، انطلاقة الفترة الثانية شبيهة بالفترة الأولى. بالقروي يلعب مع آدم الرجابي 45 دقيقة ثانية في مباراة غير قابلة للقسمة على اثنين. اليوم يا خاسر يا رابح، يا متوج يا لا بين الترجي والنادي الافريقي. كرة خليل شمام، آدم الرجابي يطلع عليه حمزة العقربي والتونسي، والتدرج من الجهة اليسرى، وآدم الرجابي، آدم الرجابي يختار التصويب، آدم الرجابي على مرتين، آدم الرجابي ثاني أهداف الترجي الرياضي التونسي، الهدف الثاني في النتيجة بعد الهدف الأول المسجل من طه ياسين الخنيسي في الشوط الثاني لتشكيلة المدرب عمار الصويح. تادي مع أحمد خليل، كرة تهرب وتبعد على عبد القادر الوسلاتي، جميلة خرافية سينمائية هذه. كرة تهرب وتبعد على عبد الركائز، واسترجع كامل إمكانياته قبل الدربي حقيقة الميدان فقط. من ياوي يرجع ويسام مع آدم الرجابي في دويل جديد برشا في الفترة الثانية. سعد بقير لمسة إلى آدم الرجابي، سريع للرجابي، مصدر الخطورة آدم الرجابي، حاول التصويب، دفاع الإفريقي يتصدى في مناسبة. 10 دقائق الأولى إلى حد الآن حاسمة من جانب الترجي الرياضي التونسي. آخر الحكم هيثم كيرات واضح اعتبر ثم محاولة لإضاعة الوقت من جانب آدم الرجابي وبرنارد.